الحيوانات المفترسة دايما بتبقى عايزة تفرض سيطرتها في أي مكان بتروحه لأنها غريزة قوية جدا، ولكن غريزة البقاء لبعض الحيوانات بتكون أقوى. وعشان كده هنوريك في الفيديو ده 35 حيوان واجهوا الخصم الخطأ. خليك معانا. لو فاكر إن الحجم مهم عشان ثقتك في نفسك، تعال أوريك سلحفة بتخوف أسد عشان جت في منطقتها. سلحفة بس نينجا. غزالة بتشرب في أمان الله، ولكن في تمساح غلس حب يفاجئها. انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ تخيل انك بتهرب لحياتك بس دي سرعتك في الجري. ربنا يوصلك بالسلامة. عقبال ما توصل هيكون التمساح نام. نسر بيحاول يصطاد معزة برية، بس المعزة قالت يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل. تعالي بقى افسحك. جاموسة برية في أصعب موقف يتحط فيه، بتجري من قطيع أسود، ولكن كل واحد جواه قوة روحية. الثعالب كائنات لطيفة وفي بعض الناس بتربيها، ولكن يظل الثعلب حيوان بري وعنده غريزة الافتراس. الفيديو ده ثعلب حجمه ضعف حجم القطة، بس القطة جابت اخيرها خلاص. في الفيديو خناقة أسرية كده بين حمار وحشي ذكر والمدام، بس المدام بتبعت الواد وبتقول له تعالى بقى لما اجيبك من شعرك، ده انت خنقتني في عيشتي. غوريلا بيهاجم أم وطفلها بيحاول يفك الخناقة، وفجأة ظهر الزوج وقال وربنا لا نايمكم من المغرب. كانجارو بيتخانق مع كانجارو تاني، بس واحد منهم تقريبا بيلعب كيك بوكسينج، اداله القاضية في الحتة الفاضية. عايش يا كابتن. عمرك شفت زرافتين بيتخانقوا قبل كده؟ الزرافة عندها قرنين ناشفين كده فوق دماغهم بيحاولوا يخبطوا بعض بيهم في الخناقة. على قد ما هي خناقة على قد ما هي بتضحك جدا. أسد أبيض بيتخانق مع اتنين نمور في نفس الوقت، ولكن وراهم مين هو أسد الغابة الحقيقي. انتوا فاكرينها كلها قطط يالا ولا ايه؟ فرس النهر لسه والدة وفي أسد كده حاول ياكل ابنها، ولكن فرس النهر نسيت نفسها ومسكت الأسود من دماغها، مسحت بيهم تراب الغابة. وللمعلومة قوة فك فرس النهر تقدر تكسر عظم الأسد بعضة واحدة. تمساح تايه في الغابة وبالغلط دخل عرين الأسود. الأسد اتذكر قال له تعالى كده، هو أنت فاكر دخول الحمام زي خروجه ولا إيه؟ اخطبوط اتحاصر من سمك البرانة، وده سمك أكل اللحوم. بص اتصرف ازاي. سنجاب كان هيبقى وجبة غدا للتعبان، بس فجأة قلب ماتريكس. دب حاول يتهجم على عرين نسور، ولكن النسور دافعت عن عرينها وعرفته الأدب. بطة متقلة في الشرب شوية راحت تبعد حصان عن مكانها. الحصان اداها واحدة عوج لها بقها حرفيا. مجموعة أوترس حاولت تتهجم على شمبانزي، ولكن الشمبانزي مسك لها عصاية وتقمص دور أستاذ علاء في فصل 5 ابتدائي. يلا يلا من هنا لنرش مية.
تنين الكومودو من أعنف الزواحف في الخناقات، بس في نفس الوقت أسرع حيوان ممكن ينام بعد خناقة. أرنب ضخم بيحاول يضرب أرنب صغير، بس الأرنب الصغير عرفه مقامه وعلمه إن الحجم مش مهم. كفاءة والله. تمساح كان بيتفسح ومجموعة من الأسود شافته، كانوا هيعملوه وجبة غدا، ولكن التمساح هرب بعجوبة. كلب بيحمي منطقته من تمساح نيلي بكل شجاعة. فيل غضبان شوية عشان لقى مجموعة فرس النهر دخلت عنده المكان من غير استئذان وطردهم بكل إهانة. مش أسلوب معامل الضيوف دي والله، ده إكرام الضيف واجب يا أخي. تعبان حاول يهاجم طيور ولكن علموا عليه وعلموا الأدب. السنجاب بيتهاجم من مجموعة من الجغور، والطبيعي انه يتاكل بعد العدد ده، بس تقريبا الحيوان ده من عابدين. ده انا من عابدين يا شوية فضائيين رجولة. جاموسين بيتخانقوا مع بعض بكل عنف وباقي البقر بيتفرجوا. يا جماعة حد يخش يسلك بينهم. طيب فرس النهر طلع من المية، افتكر نفسه طلع في المكان الغلط، وبعد كده اكتشف ان شوية الجاموس خد ارض ووضع يد، فقال يتصرف بكل حكمة زي ما انتوا شايفين. وحيد قرن اتلموا عليه شوية خنازير، بس الخنازير دي بتعرف تطير. بص كده، نوع من الفران قلب نينجا في هجوم تعبان عليه. شخص لقى الكلب بتاعه بيتاكل من تعبان ضخم، بس ما سابوش وفك التعبان وانقذ كلبه بكل شجاعة. قط وحش بيحاول ياكل قرد على الشجر، بس القرد بيلعب ولا في دماغه. تخيل كده بتكون بتشرب في امان الله في وسط الطبيعة وامر الله يجيلك لحد عندك وانت عطشان، احساس وحش قوي. عمرك شفت حمار وحش بيتلم عليه تمساح في المية وما بيموتش؟ الحمار ده اتاكل حرفيا من مجموعة تماسيح، بس قرر يقاومهم ويحاول يخرج من المية، وقال لهم انا كمان عندي اسنان وبعرف اعض والله. وحيد قرن بيتمشى في منطقته عادي، لا اسد ومراته قاعدين ولا على بالهم، والله ما انتوا قايمين. اسد اتلم على فريسته مجموعة ضباع، بس الاسد جمع ثقته بنفسه وقرر يطلع الوحش اللي جواه وما خلاش حد يقرب من فريسته حتى. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل شير للفيديو، ولو لسه مشتركتش اشترك على القناة وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. سلام.